هناخد امثله على الجزء بتاع البيريوديسيتي دوت. هناخد لو افترضنا ان عندنا سيجنال اكس اوف تي دي كانت بيريودك ببيريود تي نوت، هنحاول دلوقتي نشوف السيجنالز اللي هي قدامنا في A و B و C دول اذا كانوا هيبقوا بيريودك ولا لا. اول سيجنال عباره عن السيجنال اكس اوف تي دي متضاف عليها كونستانت. بيسكلي اي دي سي شيفت على اي سيجنال بيريودك بيبقى ستيل برضه السيجنال بتاعتي بتبقى بيريودك. اوكي، فمفيش عندي اي مشكله خالص. لو انا تخيلت مثلا انا عندي كوزاين سيجنال وزودت عليها واحد، يعني معنى كده ان السيجنال بقت برضه شكلها برضه نفس البيريودك شيب ده بس بقت شيفتد اب، ما تفرقش حاجه خالص في البيريودستي. طيب المثال الثاني اللي هو z of t بتساوي x of t زائد v of t، والv is periodic of period t1 بتساوي n t نوت. اوكي، وn دي positive integer. اوكي طيب، في الحاله دي بقى انا عندي دلوقتي لو انا بصيت على الكونديشن بتاعي اللي هو بتاع السميشن، انا عايز دلوقتي اعرف t1 على t نوت بتساوي كام. t1 على t نوت هنا تساوي كام؟ هتساوي n. n دي عباره عن integer ولا مش عباره عن integer، او مش عباره عن rational number ولا مش عباره عن rational number؟ هي actually rational number، هي عباره عن n على 1، والاثنين n و1 دول الاثنين integers. يبقى معنى كده في الحاله دي يبقى انا عندي برضو السيجنال بتاعتي اللي هي عباره عن summation بتاع التو periodic signals دول هتكون periodic، والperiod بتاعتها هي عباره عن n t نوت. ودي حقيقه واضحه لان n t نوت هي نفسها t1، فالاولانيه اوريدي طالما اي multiple من t نوت هيبقى periodic، و t1 هتبقى periodic بالنسبه للثانيه، ف n t نوت هتبقى periodic بالنسبه للاثنين. طيب لو خدت مثال تاني x of t زائد u of t، بس u of t periodic ب period t1 not necessarily a multiple of t node، يعني مش شرط انها تكون حاجه زي كده. الكونديشن بتاعنا ومطلوب هنا نشوف الكونديشن بتاعنا اللي بيبقى فيها w of t دي تبقى periodic. طبعا الكونديشن بتاعنا هو نفس الكونديشن اللي كنا بنتكلم عليه في السلايد اللي فاتت، وهو ان لو انا عندي t1 على t node بتساوي رقم راشونال يبقى ساعتها المجموع هيبقى periodic، لو ما كانش رقم راشونال مش هيبقى بيريودك. اوكي، فده الكونديشن بتاعنا، وهتبقى بيريودك لما تكون راشنال وخلاص، يعني ما في اي كونديشن تاني مش هتبقى بيريودك. طب هاخد مثال تاني x of t بتساوي e to the j twice t، و y of t بتساوي e to the j pi t. اوكي، طبعا احنا فاكرين ال e to the j دي عباره، يعني اي حاجه e to the j اوميجا t دي عباره عن بيريودك سيجنال، ده كومبلكس اكسبوننشال، واحده من السيجنالز المعروفه قوي، هنتكلم عليها اخر المحاضره دي. دي البيريود بتاعتها عباره عن بيسكلي باي، يعني من 0 لباي. لو انا ببص على الحاجه اللي هنا دي بعتبر اي تو ذا جي اكنها كوزاين بالظبط. اوكي، يعني عشان اقدر احسب البيريود بتاعتها. فلو انا عندي دي كوزاين توايس تي يبقى معنى كده انها لها بيريود عباره عن من 0 لغايه باي، لان من 0 هتبقى 0، يعني عند 0 هتبقى 0، عند باي هتبقى توايس باي، فمعنى كده البيريود بتاعت ايه، بتاعت الكوزاين. فمعنى كده دي البيريود بتاعتها باي. التانية e to the j pi t لا، دي هتبقى من 0 لغايه 2، يعني هتبقى البيريود بتاعتي 2، لان برضو نفس الكلام هي تعمل 2 باي لما تكون ال t من 0 لغايه 2. اوكي، فدلوقتي لو انا جيت بسيط على الكونديشن بتاعي، لو انا خدت السميشن بتاع x of t زائد y of t، هلاقي ان t نوت على t واحد هي عباره عن باي على 2، which is not a rational number. احنا قلنا ان باي ما هياش rational number، فمعنى كده هنتكلم على ان السيجنال بتاعتنا هنا مش هتكون periodic. اوكي، طب لو انا خدت المالتيبليكيشن بتاع الاثنين x of t times y of t، x of t times y of t هلاقي عندي يعني بيسكلي هتجمع الاثنين دول على بعض، هيبقى عندي في الاخر e to the j pi plus 2 في ايه، في t. دي هتبقى periodic بperiod بتساوي كام؟ لو احنا شفنا بقى ال t بتاعتنا محتاجينها تبقى كام عشان تجيب لنا twice pi، فساعتها دي هتكون periodic. اوكي، لان احنا برضو ناخد في اعتبارنا ان دي عباره عن sinusoidal signal، يعني كوزاين وساين واي تو ذا جي الثلاثه دول يعتبروا ساينسويدال سيجنال، فالمالتيبليكيشن بتاع دي مع دي هتديني ساينسويدال، هتديني قصدي بيريودك سيجنال في الاخر.